سعداء جدا بالتأهل، كانت مباراة صعبة كما توقعنا من قبل ما نلعبها. الشوط الأولاني ما كناش جيدين لعدم وجود ثقة في اللعيبة إنها تلقي الكورة أو إنها تستحوذ على الكورة، خصوصا إن المنافس كان بيضغط طول الوقت علينا. الشوط الثاني طبعا نهاية الشوط الأول تم احتساب ضربة جزاء علينا، حظنا كان كويس إن ضربة الجزاء ضاعت. دخلنا الشوط الثاني كنا الشوط الثاني أهدى، كنا أفضل، كان عندنا استحواذ الكورة وامتلاك الكورة كان أفضل من الشوط الأول. وفي نهاية المباراة بدأت نخلق فرص للتهديف، ولكن لو كان هناك بعض التركيز في اللمسة الأخيرة كان ممكن نحرز أهداف كمان في آخر المباراة. تفاجأنا بمستوى ديال الأهلي، واش راجع الشوكر ولد الممتاز في فريق الرجاء اللي حاول يستحوذ الكرة وكان ضرب جزاء اللي ما تسجلش للأسف، وكيفاش كتشرح هبوط المستوى ديال النادي الأهلي خاصة في الشوط الثاني لأن وسط ميدان فريق الرجاء كان خوا من المكان ديالو؟ شكرا. Zeit waren diejenigen irgendwie dann ein bisschen voneinander entfernt oder nicht so kompakt dann bei Dollar. Da können Sie dazu was sagen, wenn wir lassen von der Halle so. Ja, das hat natürlich sicher am Anfang, also die erste Halbzeit mit dem Leben zu tun gehabt. Also wir haben ein gutes Pressing gemacht, wir haben uns früh gestört und wir hatten nicht diese Ruhe, um den Ball schnell zu zirkulieren. Wir haben ihn viel zu schnell verloren. Wir haben uns, wenn sie ihn auch nicht so getraut, الموضوع كان الجزء الاكبر منه بالذات في الشوط الاول المنافس الرجاء هو اللي لعب كويس، هو اللي اجبرنا على كده بان هو كان بيضغط افضل، كان شرس جدا في عمليه الضغط، ما كانش سايب لنا مساحات للتمرير، ما كانش سايب لنا وقت للتمرير. من ناحيتنا احنا كمان كنا بنفقد الكوره بسرعه جدا، كنا بنفقد الكوره بسهوله جدا، ما عندناش جرأه في تناقل الكوره او في ان احنا نلعب قدام زي ما احنا كنا متعودين. لكن في الشوط الثاني الامور اتحسننا، اتكلمنا مع الناس بين الشوطين مع اللعيبه بين الشوطين، فالاداء كان افضل كتير الشوط الثاني. شكرا. سؤال ثاني تفضل. نبيل مهاني جيسربيس، سؤال لمدرب النادي الاهلي. كوتش، اول مباراه لك بمركب محمد الخامس امام جماهير الرجاويه، كيف كانت الاجواء بالنسبه لكم كجهاز فني؟ طبعا بقالي فتره بدات احضر اشوف جماهير تاني في مصر مرتين، شفت الاستاد بالكامل، شفت النهارده جماهير طبعا جماهير عظيمه جدا، جماهير متعطشه لفوز فرقتها، بتتآزر بقوه كبيره، اجواء عالميه، اجواء يعني عظيمه جدا جدا. قدر الفريق الراجل ان هو يتوقع النهارده ومشجعين الراجل النهارده. السلام عليكم، اسمي حمامان موقع البطولة. أولا مبروك عليكم التأهل. السؤال للمدرب هو، لو سجلت ضربة جزاء في آخر دقائق الشوط الأول، ما هي الرسالة التي كان سيقولها المدرب للاعبين؟ وهل كان سيحافظ على نفس الاشتراكات اللي بدأ بها المباراة؟ متأثرش بالهدف، ان احنا نلعب الكره بتاعتنا، يكون عندنا جرأه في تنقل الكره، في الحرب للامام، نتحرك في اتجاه مرمى الرجاء، ان احنا ما نفقدش الكره بالسهوله دي بدون داعي زي ما كنا في الشوط الاولاني. تعليماتي كانت هي بالظبط، كان بالعكس اقول لهم ان هم يهدوا اكتر لو كنا داخلين.